فشنو هو المفهوم هذا ديال المرأة والسلطة؟ فين وصلت المرأة الآن؟ في واش وصلنا للتوازن بين المرأة والرجل في المغرب وفي العالم العربي؟ يعني السؤال اللي تطرح البارح في الورشة هي متعلقة بمشاركة النساء في الحياة السياسية وتحمل المسؤولية السياسية، وكان يعني هذا الموضوع هو اللي ثار اكثر الاهتمام من طرف كل المشاركين والمشاركات كل المشاركات اساسا، لانه كنلاحظوا المفارقه في القاره الافريقيه اللي هي مسموع عليها انها قاره فقيره جدا، في الوقت اللي هي ماشي القاره اللي فقيره، القاره غنيه ولكن السكان ديالها اللي هما فقراء، لانه كاين عدم التوازن فيما يخص السلطه، والنساء كيشكلوا نصف المجتمع، وفي مجتمع اللي فيه الشباب كثير بزاف يمكن نقولوا انه النساء والاطفال كيشكلوا 70 حتى 80% من الساكنه، ولكن ضعف المشاركه ديالهم في الحياه السياسيه كتؤدي الى تهميش ديال القضايا وديال الاحتياجات ديال النساء وديال الاطفال ديالهم، وبالتالي هذه المساله ديال تقاسم السلطه، حنا كنقاسموا الحياه خصنا كذلك نتقاسموا السلطه ما بين النساء والرجال بطريقه عاديه اللي هي المناصفه، وباش نوصلوا لهذه المناصفه لابد اننا ندوزوا من مراحل اللي كتنطلق من 30% مثلا الى 40% وثم الى 50% من التمثيليه على الصعيد الوطني فيما يخص القوانين، وعلى الصعيد المحلي فيما يخص الحاجيات الاساسيه من التعليم والصحه والتجهيزات الاجتماعيه اساسيه، وكنظن بانه هذا شرط اساسي من اجل الوصول الى تنميه، ومن اجل انه القاره الافريقيه ترتقي الى المستوى اللي هي لابد انها تكون فيها، ونفس الشيء جاري على العالم العربي، لانه في العالم العربي كل التقارير الدوليه كتبين بانه فين كاين المشكل فيما يخص التنميه الاجتماعيه، فيما يخص الفقر، فيما يخص التهميش، المشكل هو في ضعف مشاركه النساء، النساء كيتهمشوا وبالتالي الحاجيات ديالهم ما كتكونش مسموعه، الصوت ديالهم ما هوش مسموع، وبالتالي كنقولوا الا بغينا العالم العربي يولي في مستوى عالي من ناحيه ديال التنميه البشريه لابد انه يكون تطبيق ديال المساواه فيما يخص تقاسم السلطه، كنتقاسموا الحياه، كنتقاسموا المسؤوليات، كنتقاسموا كل شيء في الحياه، خصنا ولابد كذلك يكون الراي ديالنا نساء ورجال يكون مسموع بنفس الطريقه. أنا نزهة السقلي وزيرة سابقة للتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في المغرب، وحاليا نائبة برلمانية، وكنت كذلك مستشارة جماعية ومناضلة نسائية في الجمعية النسائية، وعلى سبيل المثال قلت أنه أنا باش نوصل لمراكز القرار يعني ترشحت 7 ديال النوبات متتالية في الانتخابات التشريعية والمحلية، عاد استطعت في 1997 باش نكون منتخبة محلية من ضمن 0.34% من المنتخبين، والآن ما بغيناش النساء المغربيات ولا النساء العربيات بصفة عامة يبقاو يتعذبوا مرة بعد أخرى باش يترشحوا في الانتخابات، عاد باش يوصلوا خصنا الكفاءات النسائية كذلك تفتح لهم باب باش يمكن لهم فعلا يساهموا كليا. شكرا.